ان هي تسهل المأمورية على الحكم. دي برضو لعيبة الاهلي والزمالك انتوا لعيبة كبار، فمهم جدا تسهل المأمورية على الحكم، عدم الشد، عدم الاعتراض على اي كورة، لان برضو انت برضو انت عندك جماهير كبيرة سواء اهلي او زمالك، يعني على الموقف هتلاقيه حاضر داخل المباراة. اتمنى المسؤوليه الاكبر على اللعيبه ان هي تسهل الموضوع على الحكم المباراه. كابتن وليد، يعتمد الجهاز الفني عليه بكره هجمات مرتده، امسك كوره، سيطره على كوره او ربع ساعه. جوميز هو بيشتغل الفتره اللي فاتت دي كلها عنده مفاتيح في نص الملعب، هو بيشتغل على الاستحواذ عن طريق كان دونجا وعبد الله السعيد وناصر. دونجا مش معاك، فانت عندك بديله. مين بديل دونجا؟ اتمنى يبقى محمد شحاته يلعب ستة، وعمر جابر ان شاء الله يبقى سليم ويلعب ناحية الرايق.